شاوشنا يعيش ارجع وارجل منه ما فيش. السلام عليكم. انا بقى النهارده هحكي لكم عن ذكرى وصوره جديده. سنه 89 طلبني الاستاذ المخرج العظيم سمير سيف عشان اعمل دور في فيلم اسمه الشيطانة التي احبتني. انا كنت هعمل دور اسمي في الفيلم الصول عنب. الفيلم كان بطولة الفنان العظيم محمد صبحي والفنانة العظيمة لبلبة. وانا بقى الحقيقة فوجئت ان انا هغني في الفيلم ده وانا ما بعرفش اغني. ومين بقى الملحن؟ الفنان الكبير العظيم عمار الشريعي. أول مرة قابلته سنة 81 كنت بسجل أغنية إشاعات إشاعات. الأستاذ عمار الشريعي حاول يخليني أغني في مسرحية رايا وسكينة فمعرفتش أغني، فحاول هو قال لي أنا هغير لك اللحنات دي، وراح مطوع اللحن وبطأه وخلاني اقول بنصبح على القمر. والله وكلك نظر والنجم اخت القمر، قول لنا اخر خبر. هنا محطه جنب شزار وفانا مان دبنا. اللحن كان من الحان الفنان العظيم بليغ حمدي واللي وزعه عمار الشريعي، ورحنا الاستوديو عشان نسجل اغنيه يا عيش شاوشنا يا عيش. يلا يا شيشو يا احلى شاوش. اول ما قابلته المره دي قلت له يا استاذ عمار انا ما بعرفش اغني. قال لي لا، ما انا خليتك تغني في مسرحيه رايا وسكينه. ما قلت له ما انت تعبت معايا ساعتها يا استاذ عمار وبطأت اللحن. وانا كنت بستغرب انه فاكرني. قال لي بقى النهارده أنا هخليك تغني، يلا، ما وراناش حاجة. صدقنا يا شاويش، صدقنا، صدق يا شاويش. قعدني جنبه وبدأ يقول اللحن على العود. في الحقيقة أنا كنت مستمتع بصوته أوي، صوت الفنان الكبير عمار الشريعي. كل ما يخلص أقول له أستاذ ممكن النبي تعيد اللحن تاني؟ يقول لي طيب، ويروح عايز اللحن تاني لحد ما حسيت انه زهق مني. قال لي لا كفايه بقى انت تقوله بقى لوحدك. ابعد يا واد انت وهو هو وهي، بلاش اوانطا يا زوابي يا لومنجيه. اتدربت مع الاستاذ على الغنوه وعلى اللحن، والحقيقه انا كنت مبسوط جدا وفرحان بيه قوي ان انا بغني بلحن الاستاذ عمار الشريعي. ورحت سجلت الغنوه من اول مره الحمد لله. انا خدتها داير ما يدور في كل اسم ومديريه، من المرور للخياله للجنائيه للنهريه. الله يرحمه الأستاذ عمار الشريعي، يعني خلاني قلت اللحن كويس والتسجيل طلع كويس، هو فرحان وسعيد بيا جدا. والأستاذ سمير سيف المخرج كان سعيد جدا وفرحان. خلينا نشوف جزء من يعيش شاوشنا. شاوشنا يعيش واحدة من ألطف الأغاني اللي موجودة في أفلام. يعيش شاوشنا، شاوشنا يعيش أرجع وأرجل منه ما فيش بس المهم اتخلصنا. ابعد يا واد انت وهو هو وهي، بلاش اوانطا يا زوابي يا لومنجية. ده انا فاهم الاشكال دي، نقتلنا خلاص في كل اسم ومديرية، من المرور للخيالة للجنائية.
الممثل الجميل اللي هو شاوشنا ده بقى اللي هو نعيم عيسى ممثل كويس جدا في الحقيقة. فهو هنا شاوشنا فعلا يعني ممثل جميل. الله يرحم الفنان الكبير عمار الشريعي، والله يرحمه كمان الأستاذ سمير سيف المخرج، الله يرحمه. وأشوفكم في صورة وذكرى جديدة إن شاء الله.